حضراتكم مرة تانية، لسه مستكمل معاكم باقي أخبارنا وفقراتنا. وصلنا معاكم بالتأكيد للتوقيت اللي بنحلل فيه كل المباريات وكل الأحداث الرياضية. بيسعدنا ويشرفنا ينضم لينا عبر لايف. انا قلت تحليل وبتاع، لسه قايله لي قبل الفاصل هتحلل ولا ده تحليل؟ لا خلاص، ده تحليل مصري يعني. انا سايبك للاوروبي في الاخر. ماشي، احنا منورنا وشرفنا كابتننا كبير جدا بينضم الينا في لايف، الكابتن تامر صقر محلل قنوات اون تايم سبورتس، عشان نتكلم معاه عن العديد من المباريات، مباراه نادي الاهلي بالامس ونادي الزمالك، وكمان تعقيبا على القرعه بتاعه الدوري المصري الموسم الجديد 2022 2023. بنصبح على حضرتك يا كابتن تامر، صباحك زي الفل. صباح الفل يا فرح، صباح الفل يا يحيى. يا كابتن تامر صباح الفل عليك، وحشتنا جدا. وخلاص يعني 18 اكتوبر ونرجع بقى مره تانية للماتشات وللدوري المصري، ونرجع نشوفك يا كابتن تامر عشان بقالنا شويه ما شفناكش. ان شاء الله شهر ونص اهو. بقالنا شهر كده، وان شاء الله نتقابل كتير يا ان شاء الله يا كابتن. الدنيا كانت اجازه الفتره اللي فاتت، ولكن امبارح رجعت باحداث كرويه قويه وشديده جدا بشكل كبير قوي يا كابتن تامر. الحقيقه ان احنا عايزين نبتدي معاك في البدايه من مباراه النادي الاهلي والاتحاد المنستيري. شفت المباراه دي ازاي؟ كانت مباراه قويه جدا، وقدر النادي الاهلي يحقق الفوز في الدقيقه الاخيره من المباراه، وكانت مفاجاه طبعا وارضاء كبير جدا لكل جماهير النادي الاهلي. شفت المباراه ازاي؟ وشفت اداء النادي الاهلي مع الجهاز الفني الجديد؟ لا انا امبارح انا اتفرجت على ماتش الاهلي، اتفرجت على ماتش الاهلي وماتش الزمالك. يعني انا كنت هتكلم على الاربع فرق، بس انا ما اتفرجتش على الفرق. تعالى نقسمهم يا كابتن تامر، يعني هنتكلم على الاربع فرق بس تعالى نقسمهم. عرفتها انها نتائج جيده، نقسمه. نبتدي بالاهلي. ماشي. الاهلي كانت البدايه امبارح، يعني انت بتلعب فرقه برضو يا يحيى، فرقه احنا ما شفناهاش كتير، بس سمعنا انها فرقه منافس كبير للترجي. خسروا الدوري السنه اللي فاتت على اخر ثانيه، كان هياخدوا الدوري، اخدوا كاس، اخدوا سوبر، ففرقه واضح انها فرقه بقت صعبه. يعني مش يمكن اسمها مش زي الترجي والافريقي والصفاقسي ونجم الساحلي، ولكن واضح انها بقى منافس شرس للفتره اللي فاتت للترجي في الدوري التونسي. فكل الناس كانت خايفه، خصوصا دي بدايه يمكن اول مباراه للمدير الفني السويسري الجديد اللي هو كولر. طبعا صعب ان احنا نحكم عليه، بس لا واضح ان هو من بدايته واضح ان في روح مختلفه، واضح ان التشكيل كان جيد من الاول. لو بصينا على التشكيل ابتدى، يعني اولا هو طريقه لعبه يا يحيى مختلفه عن اللي قبليه. هو بيلعب رجع تاني لاربعه اربعه صح، 4-2-3-1 لطريقه الاهلي القديمه. انت عارف ان ايام موسيماني كان رجع، هل دي الانسب يا كابتن تامر للنادي الاهلي؟ كان في اخطاء دفاعيه كتيره، فاضطر ان هو يامن الدفاع انه يلعب بثلاثه سنتر باك. نعم، هل دي الطريقه الانسب للاعيب النادي الاهلي؟ يعني يمكن الطريقه دي كان النادي الاهلي متعود عليها وبنشوف فيها تالق كبير لقفشه، ولا على حسب الماتشات؟ يعني هو هيغير طريقه اللعب والتكتكس على حسب كل مباراه وعلى حسب ظروف المباراه. بص، هي دي الطريقه اللي احنا الزمالك والاهلي ويمكن معظم والمنتخب مصر كان اخر بيلعب بيها 3-4 سنين كان بيلعب بيها، لغايه لما ابتدت الاخطاء الدفاعيه تكتر خصوصا في الاهلي والزمالك. اهداف كتيره قوي بتخش مساحات كبيره قوي، فابتدت ابتدوا المدربين يغيروا الطريقه ويامنوا ان انت تلعب بباكين طايرين، ويبقى في ثلاثه سنتر باك يامنوا ومعاهم اثنين هاف ديفندرز قدام. فامبارح اتفاجئت ان هو رجع لاربعه 4-2-3-1. طبعا رجوع اكرم توفيق فرق معاه بصوره كبيره جدا، طبعا لان اكرم توفيق بيأدي الدور الدفاعي بصوره ممتازه، يمكن بيأدي الدور الهجومي ولكن دفاعيا افضل بكتير من اي باك رايت موجود في الاهلي، سواء محمد اهاني او كريم فؤاد. فرجوع كريم فؤاد ورجوع اكرم توفيق اعتقد ان هو مكسب كبير جدا للنادي الاهلي. امبارح برضو ابتدى جنب محمد عبد المنعم محمود متولي. محمود متولي من اللعيبه اللي كويسه جدا، لو ما عندهمش اصابات كتيره اعتقد ان هو هيبقى لعيب اساسي وهيبقى مفيد للنادي الاهلي في المركز ده. فمع التأمين طبعا باثنين هاف ديفندرز اللي هو اليو ديانج وعمرو السوليه. وعجبني امبارح ان هو فهم برضو ان هو لازم يبقى الاثنين دول مختلفين، يعني لما بيلعب اليو ديانج وحمدي فتحي برضو واجباتهم قريبه قوي لبعض، ولكن عمرو السوليه مختلف، عنده كوره بيبقى هو رقم 8 اكتر. لما بتلعب حمدي فتحي واليو ديانج كنا بتلعب 2-6، مش مفيش حد 8. عجبني برضو ان هو الجناحين لعب طاهر امبارح ادى مباراه جيده وكان مجهود كبير جدا. احمد عبد القادر الشمال، لان احمد عبد القادر
اصلا بدايته في سموحه، والهادي كان اصلا وينج يمين، وكان جت فتره السنه اللي فاتت بيلعب مكان قفشه، وابتدى بالصفقتين الجداد اللي هو برونو سافيو وشادي حسين. اعتقد برونو سافيو مهاراته، انا شفت اول ربع ساعه، هو ظهر اول ربع ساعه في الماتش بصوره جيده جدا، واضح ان هو مهاري، كورته عاليه، يعني مختلف عن البرازيليين، يعني قريب مش كينو، ولكن واضح ان هو لمسته يعني هيجي، محتاج شغل بدني او ولياقه اكتر من كده عشان يظهر اكتر من كده. شادي حسين من اللعيبه الخطره جدا، متحركاته لعيب قوي، راس حربه قوي، بيتحرك كويس قوي. اعتقد ان معظم الصفقات امبارح الاثنين والاثنين الجداد اللي ظهروا على التشكيل، الاثنين كانوا ادوا بصوره جيده جدا. الاهلي يعني انا شايف ان هو مسك الماتش، ما شفناش ولا هجمه خطر على الشناوي طوال المباراه. يمكن الاهلي برده ما هاجمش كتير، في كوره لسافيو اللي بدماغه الشوط الاولاني، وكوره ثانيه احمد عبد القادر، ولكن طبعا كعاده الاهلي النتيجه 0-0 كان ممكن اي فرقه تتقبل، ولكن النتيجه عشان انت عندك مباراه ثانيه في مصر، ولكن برده بروح اصرار الاهلي ان هو قدر محمد عمنا يستغل الكوره اللي عملها علي معلول ولعبها بطريقه فنيه هايله. الكوره صعبه جدا، مش سهل قوي تدخل جون وانت مش شايف الجون وتعدل توجه دماغك كده وتحطها، لا كان جون صعب. ممكن نشوف تغيير في السنتر باك يا كابتن تامر، ولا هيكون في استقرار على عبد المنعم ومتولي؟ يعني ممكن نشوف ياسر، ممكن نشوف ايمن اشرف، ولا هيكون في استقرار؟ انا شايف ان الاصح ان هو لازم يشوف، لازم تستقر انت بدايه الدوري الاسبوع الجاي، ما ينفعش يبقى في تغيير كتير. ممكن يدي ويجرب، ولكن انا شايف ان اصلح الاثنين اللي لعبوا امبارح متولي وعبد المنعم، هم محمود متولي ومحمد عبد المنعم. طيب الغريب في الامر يا كابتن تامر فكره محمود متولي، يعني الحقيقه ان انا ببقى سعيده قوي من فكره انه لاعب بعيد تماما عن المشهد وبيرجع يحجز مكانه اساسي ويكون في قناعه، وطبعا محلل زي حضرتك فاهم فنيا وبيتكلم على انه لا اللاعب بيظهر بشكل كويس جدا ويستحق ان هو يكون متواجد في المكان ده، خصوصا في ظل بعض اللعيبه اللي بتبقى حاجزه مكانها اساسي وايس فجاه بنلاقيها برده ابتدت تغيب عن المشهد شويه. عايز اعرف تعليق حضرتك على مستوى محمود متولي واسبابك انك انت تشوف ان هو يلعب اساسي الفتره اللي جايه، وتعليقك ايضا على اداء ايمن اشرف، وليه شفناه بعيد عن المباراه بالامس او ما شاركش؟ بص زي ما قلت لك يا فرح، محمود متولي لعيب كويس جدا، يمكن السنه اللي فاتت اصاباته كانت كتيره، وكمان كان كان بيلعبه سواء سواريش او موسوماني كان بيلعبه هاف ديفند. انا شايف ان هو مكانه كسنتر باك او ك قلب دفاع، اعتقد ان ده افضل من وسط الملعب. وسط الملعب عنده كذا لعيب، اليو ديانج وحمدي فتحي والسوليه وممكن اكرم توفيق، فمحمود متولي هيفيد الاهلي في المكان ده اكتر. لعيب كورته كويسه، بيبتدي الكوره من تحت كويس، بقى عندك الاثنين بيبتدوا الكوره كويس سواء هو ولا محمد عبد المنعم. الاهلي كمان بقى بيستغل ميزه اللي هي محمد عبد المنعم، محمد عبد المنعم في المنتخب والاهلي دلوقتي بقى يعني راجل هداف، بيعرف يلعب دماغه كويس قوي، بيعرف يستغل كل الكورنرز والفاولات اللي بتتلعب، فاعتقد ان الثنائي ده هو اللي هيكمل، لو ما فيهوش اصابات هو اللي هيكمل. بالنسبه لايمن اشرف، انا ايمن اشرف لعيب كبير جدا وبقى له سنين في منتخب مصر والاهلي، ولكن انا شايف ان الكيرف والمستوى بقى في النازل، وشايف وجوده كاساسي لا يعني صعب، سواء في الاهلي او منتخب مصر اعتقد انه هيبقى وجوده صعب الفتره اللي جايه. كابتن تامر، يعني عشان برضو وقت الحلقه خلينا نروح لنادي الزمالك، ونادي الزمالك في ظهور امبارح امام فلامبو البروندي، ويمكن فريرا كنت بتكلم عن المباراه، تحس ان المباراه واخدها غالب عليها الطابع الودي شويه، وده لسهوله المنافس، ولكن في فرص ضايعه كتير جدا لنادي الزمالك. شفت امبارح المباراه ازاي، واداره فريرا لمباراه الزمالك امبارح ازاي؟ لا واضح ان في فارق امكانيات ما بين الفريقين، يعني الزمالك امبارح بيلعب باقل مجهود، انت عارف ان المباراه الثانيه يوم الجمعه برده ما فيش وقت، يمكن خمس ايام ولا النهارده الاثنين، يعني بنتكلم في اربع ايام، فالهدف اللي جه في الشوط الاولاني يريح لعيبه الزمالك، مع احساس لعيبه الزمالك ان الفرقه اللي قدامهم بتدافع فقط، وما فيش اي شراسه هجوميه، ما فيش اي هجمه على عواد شفناها. طبعا اضاعه الاهداف دي حاجه يمكن مش عيب في الزمالك بس، عيب في الكره المصريه كلها، ان بتضيع اهداف سهله جدا، وواضح ان كان فيريرا زعلان من مش من الاداء على قد ما اضاعه الاهداف، فرصتين في الاخر لسيد نيمار واعتقد ليوسف اسامه نبيه، فرصتين سهلين جدا ما اعرفش اضاعوهم ازاي.
ولكن واضح امبارح تأثير زيزو. انت بتكلم يا يحيى، زيزو امبارح للمباراة 16 على التوالي يا بيساهم يا بيعمل اسيست يا بيجيب جول. صح. فانت بتكلم في لعيب تأثيره كبير جدا. ميزة فيريرا دلوقتي مع زيزو ان هو بقى سايبه فري، مش لازم بقى على الوينج بس، لا ممكن مرة تلاقيه هاف رايت وينج ناحية عمر جابر ومسلوسي، وبعدين فجأة بيغير مع نضاي بيبقى شمال، وبعدين فجأة تلاقيه في نص الملعب عشان هو بيمتاز بان هو بيشوط كويس، فلازم برضه وجوده في الحتة دي مهم. فأعتقد زيزو تأثيره بقى واضح جدا من الزمالك. نفس الوضع احنا امبارح افتقدنا، الزمالك افتقد اثنين مهمين جدا تأثيرهم زي زيزو بالظبط. امام عاشور، شوف ان الثلاثة دول هو يعني اهم ثلاث لاعبين موجودين في الزمالك، سواء الونش او امام عاشور او زيزو. امام عاشور في وسط الملعب اكيد كان ليه تأثير سلبي على امبارح بتلعب زكريا الوردي واشرف روقه وعمر جابر راح لعبته في الشوط الثاني نفس الكلام، كل دول مواصفات مختلفه عن امام عاشور. امام عاشور لعيب بامكانيات مختلفه في رقم 8، صح، بيعرف يشوط بشماله وبيمينه، بيعرف عنده دريبلينج كويس وعنده الاسيست وعنده الكرات الطوليه، فهو لعيب مختلف وعدم وجوده اكيد الزمالك بيتاثر يعني. امبارح شفنا برده ميزه زي ما قلنا محمد عبد المنعم، حسام عبد المجيد بقى مميز بصوره كبيره جدا. حسام عبد المجيد حجز مكانه خلاص في تشكيله نادي الزمالك، حتى في الدفاع بيطلع كرات صعبه جدا. نعم، بقول لحضرتك حسام عبد المجيد خلاص حجز مكانه بشكل اساسي في تشكيله نادي الزمالك، وفيريرا واضح جدا القناعات الفنيه بيه. لا اعتقد انه هيبقى ليه دور في منتخب مصر طبعا، يستحق. اعتقد ان فيتوريا هياخده في منتخب مصر طبعا، امكانياته يعني حتى لو مش هيلعب اساسي لا هيبقى موجود من التشكيل. صحيح طبعا، سواء احتياطي بقى الونش الحجازي اللي عاملينها، بس اعتقد انه هيبقى موجود. طب كابتن تامر شوف، بالصدفه يا يحيى ان كنت لسه بتكلم حتى. اتفضل يا كابتن. نعم يا فرج، كنت عايز اسال حضرتك على عوده عمر جابر، شفت برضو عوده عمر جابر؟ لا احنا بنتكلم عن اللعيبه كلها اللي رجعت، سواء اذا كانت رجعت او الصفقات الجديده بشكل عام. لا، عمر جابر وجوده مهم، لان انت بتتكلم في واحد من كباتن فرقه ونازل هو كابتن فرقه امبارح. مهم ان هو لعيب جوكر يعني، بص امبارح شفناه بيلعب. اصل ميزه فيريرا يا فرح ان هو بيلعب بعمر جابر وسيد نيمار بطريقه ان هو عنده مرونه، هو بيلعب بثلاثة أربعة ثلاثة، ولكن لما بيلاقي الفرقة اللي قدامه ما تهاجمش زي الشوط الثاني بتقلب لأربعة ثلاثة ثلاثة، بيبقى حمزة مسلوسي اللي هو موجود كسنتر باك بيروح هو الباك رايت، وبيروح عمر جابر بيبقى قدامه هاف رايت أو سيد نيمار يعني. فامبارح في الشوط الثاني عمل الطريقة دي، ولكن راح محول لما نزل سيد نيمار لعب عمر جابر مكان زكريا الوردي، كان أعتقد كستة أو ثمانية جنب أشرف روقة. فعمر جابر ميزته ان هو في خلال المباراه ممكن تلاقيه باك رايت، ممكن تلاقيه هاف رايت، ممكن تلاقيه هاف ديفندر. لعيب مميز ولعيب عنده خبرات كبيره جدا، اكيد هيفيد الزمالك. الصفقات الجديده نضاي واضح ان هو هيجي منه لسه. طبعا مستوى امبارح فيه يعني ضاعت فرص كتير، ولكن واضح ان هو عنده سرعات وعنده بالوقت هيجي. زكريا الوردي نفس الوضع بالوقت هيجي. انا ما اقدرش اقيم اي صفقات دلوقتي، لان ما ينفعش تقيم صفقه من خلال مباراه، لازم تديها فرصه على الاقل 10 ماتشات او 12 ماتش يبتدوا يظهروا، حتى لو كان كويس لازم تصبر عليه، لانه ممكن برضو يبقى كويس كام ماتش ويبتدي مستواه ينزل، ونفس الكلام لو مستواه قليل ممكن بالوقت الماتشات هتعليه. فاعتقد لا يعني صفقات مش هنقدر نتكلم عليها قبل من يعني 5 6 7 ماتشات في الدوري. طب كابتن تامر، يعني مع غلق باب القيد النهارده، شايف ان النادي الاهلي او نادي الزمالك هل كانوا يحتاجوا صفقات تانية، ولا الامور كده تمام بالنسبه للاهلي والزمالك في بدايه الموسم؟ يعني في الاهلي اعتقد ان هو الجزء الامامي لا خلاص عنده، انت بتكلم في الاهلي عنده حسام حسن ومحمد شريف وشادي حسين قدام، عنده في البلاي ميكر قفشه وبرونو سافيو، عنده على الاطراف عدد كبير برضه حسين الشحات وطاهر وعبد القادر، بتكلم في اعداد كبيره. لا يعني اعتقد الاهلي لو هيحتاج باك ليفت علي معلول. علي معلول برضه لازم نتكلم، مش هو علي معلول السنين اللي فاتت يعني مستواه بيقل. ممكن نشوف ايمن اشرف يكون بيوظف كباك ليفت يا كابتن تامر؟ ما شفناهوش هجوميا قوي، لان انا شايف ان هو علي معلول لازم يتوظف في هاف ليفت يعني. علي معلول ما بقاش قادر على الواجبات الدفاعيه واللي يبقى باك ليفت،
ما بقاش قادر على الواجبات، يا اما لازم زي ما عمل بالظبط فيريرا مع حمزه المسلوسي. حمزه المسلوسي لما لعبته باك رايت وكنت بتطلب منه واجبات هجوميه ودفاعيه مستواه كان بيقل، لما ابتدى يوظفه ان انت انا محتاجك في حته ان انت تدافع بس ابتدى يظهر بصوره احسن. صحيح. فاعتقد علي معلول محتاج، خصوصا ان هو هجوميا كمان راجل يعني باسير وبيعمل اسيستات كتيره قوي اجوان، فاعتقد ان هو مميز ان انت تلعبه قدام كهاف ليفت او في الثلاثي اللي قدام عن ان انت تلعبه باك ليفت. طيب كابتن تامر بقى، يعني لو هننتقل معاك سريعا من الجزئيه الخاصه بمباريات دوري ابطال افريقيا نروح معاك لقرعه الامس، والقرعه اوقعت في اول المباريات مباريات قويه جدا، هتكون المواجهه ما بين نادي الاهلي ونادي الاسماعيلي ونادي الزمالك في مواجهه نادي سموحه. تعليق حضرتك ايه وشايف المباراتين دول هيكونوا عاملين ازاي في اول الجوله؟ يمكن انا ما اعرفش، انا مش متذكر السنه اللي فاتت كان الاهلي واسماعيلي اول مباراه ولا ثاني مباراه برضو اللي هي كان الاهلي كسب فيها 4-0، لكن الاسماعيلي طبعا السنه دي كانت الاولى. كل الفرق فرح السنه دي، تدعيمات بقت يعني انا ببص على التدعيمات، لا الفرق كلها المفروض تنافس، يعني فرق زي سيراميكا ولا البنك الاهلي ولا المصري ولا الاسماعيلي كله فيوتشر، كله لازم ينافس. انا بشوف ان هو معاهم لعيبه ينافسوا اهلي وزمالك وبيراميدز عادي جدا. يعني البدايه للزمالك يمكن وبيراميدز اصعب، لو بصيتي اول ثلاث ماتشات للفريقين هتلاعب سموحه بعد كده زمالك، يعني سموحه سيراميكا بيراميدز، بيراميدز برضه نفس الكلام هيلاعب اعتقد ام بي وبعد كده برضه سيراميكا وبعد كده بيراميدز، او يعني في فرقه في النص برضه صعبه. الاهلي مختلف، الاهلي بدايته صعبه، الاسماعيلي ولكن عنده اسوان بعد كده عنده الداخليه، ف يعني بقدرش اقول ان هم ماتشات سهله، ولكن على الورق لسه فرقتين طالعين من الدرجه الاولى اعتقد ان هيبقوا اسهل من الماتشات بتاعت زمالك وبيراميدز. لا دوري صعب بصوره كبيره جدا اعتقد، يعني كنا لسه بنقول السنه اللي فاتت احسن نسخه جت في الدوري السنين اللي فاتت، اعتقد النسخه اللي جايه دي اقوى، لان فيها ميزه بقى ان اولا فيها جمهور من الاول عدد وان شاء الله الاعداد هتزيد. صحيح. فيها ميزه ان التواريخ معروفه، هيبتدي 18 اكتوبر هيخلص 30 يونيو، هيبقى في منافسه على جميع المراكز. يمكن السنه اللي فاتت افتقدنا المنافسه على المركز الرابع علشان كان خلاص اختاروا الفرق اللي مثلت مصر في الكونفدراليه، السنه دي هيبقى التنافس على كل المراكز لغايه اخر لحظه. فاعتقد ان شاء الله الدوري هيبقى قوي جدا، والفرق اللي مش هتلحق نفسها من الاول هيبقى عندهم مشكله كبيره، لان مفيش فرق كتيره ممكن تقولي ممكن تنزل. صحيح. هنتكلم على حرس الحدود واسوان والداخليه، ولكن عملوا تدعيمات جيده برضو، ممكن تلاقيهم فجاه فرقه من دول برضو في نص الجدول، هتصعب الامور على الفرق الثانيه، يعني المقاولين والمحله والفرق دي لو ما لحقتش نفسها من الاول اعتقد هيبقوا وضع صعب في الدوري. كابتن تامر صقر محلل شاشه قنوات اون تايم سبورتس، شكرا جزيلا لوجود حضرتك معنا، دايما بنسعد ودايما بنسعد بتحليلاتك الفنيه القويه وتحليل فني قوي في بدايه انطلاقه الموسم الكروي في طبعا مباريات سواء كانت الافريقيه او المحليه، شكرا جزيلا ودايما بنسعد بوجودك، صباحك زي الفل يا كابتن تامر.